العظيم احنا يعني البارح الليل يعني حوالي منتصف الليل يعني تلقيت هذا الخبر هذا، وانتقلت شخصيا يعني الى الفندق نتاع الباي، وكنا متواجدين مع شيراتون سابقا، وكنا متواجدين يعني مع الوفد الموريتاني هناك يعني في حسرة وفي ألم. يعني هذا الفريق هذا أول مرة يعني يتأهل إلى الدور الربع نهائي، وكانوا اليوم يعني من المقرر أنهم الساعة الخامسة يتنقلوا إلى ولاية عنابة من أجل يعني لعب المقابلة نتاع الربع النهائي. ولما سمعنا بهذه يعني بهذه الكارثة هذه تنقلنا، ولقينا يعني الوفد بكامله يعني في وضعية يعني نفسية جد صعبة، وسيناهم وقفنا معهم السلطات يعني الصحية والأمنية باشرت العمل نتاعها يعني المعتاد في مثل هكذا حالات. نظن بلي باش اليوم إن شاء الله يعني ننتهي من كل الإجراءات في الصبيحة، وسيتم يعني نقل جثمان يعني هذا الشهيد إن صح التعبير يعني أقول إلى بلده إن شاء الله. رحمة الله عليه رحمه الله وألهم أهله وصبره. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.